السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه يا بنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جاي لكم بحلقة قوية جدا جدا. هو انا ليه مش عارف اخس، او انا ليه مش بخس؟ طبعا كلنا بنسأل نفسنا نفس السؤال، انا ليه مش بخس؟ انا ليه بعد ما بعمل دايت مش بخس؟ انا ليه بعد ما بعمل تمارين؟ انا ليه بعد ما بشرب ميه؟ انا ليه بعد ما اعمل كل حاجة مش بخس؟ اول حاجة خلينا نتكلم انا اهم ثلاث اسباب اللي جسمنا ما بيخسش بسببهم، او سبب زياده الوزن هي ايه. اول حاجه بتبقى العادات الغذائيه الخاطئه، تمام. تاني حاجه بتبقى الجينات الوراثيه، تمام. تالت حاجه بتبقى العنصر النفسي. العنصر النفسي بيأثر جامد جدا 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 بسبب زياده الوزن. طيب العادات الغذائيه الخاطئه زي ايه؟ زي مثلا في ناس كتير بتحب تاكل سكر كتير، وتحب تاكل حلويات، في ناس بتحب تاكل حوايج. السكر والحلويات لما بناكلهم بيخزنوا في جسمنا ميه زائد اللي هم بيعلوا نسبه الدهون في الجسم. تاني حاجه في ناس كتير بتحب تاكل اكل من الشارع، بيبقى فيه كالوريز عالي، بيبقى فيه دهون عاليه، ما بعرفش يروح البيت يجيب اكل من البيت، فبالتالي ده برضو سبب في ان احنا بناكل كالوريز عاليه اكتر ما جسمنا بنحتاجه، فبنحول الى دهون. تالت حاجه كمان الناس اللي بتاكل وجبه واحده في اليوم مفكره ليها كده عامله دايت، بالعكس ده احنا كده بنقلل مستوى الحرق في الجسم. احنا محتاجين ناكل ثلاث وجبات مختلفين على مدار اليوم عشان نعلي معانا نسبه الحرق. يعني ما اكلش وجبه واحده على اساس ان انا لو اكلت وجبه واحده خلاص يبقى انا بقلل اكل يبقى انا كده عامل دايت صح. لا، ده كده غلط جدا. كده جسمنا بيفقد عناصر الحديد والفيتامينات اللي احنا محتاجينها بالاكل عشان يعلي معانا نسبه الحرق، تمام. تاني حاجه قلنا عليها الجينات الوراثيه. الجينات الوراثيه بتختلف من شخص لاخر. زي مثلا في ناس ليها تخينه قوي وبتاكل اقل حاجه وبتتخن، في ناس ليها رفيعه قوي وبتاكل اكل كتير ما بيبانش عليها، دي بتبقى جينات وراثيه. وفي ناس تانية بتبقى جينات الوراثيه في السمنه وبعد شكل جسمهم مختلف، يعني في ناس في الجزء العلوي، في ناس في الدراعات، في ناس في الارداف، في ناس في الرجل، فبتختلف من حد للتاني. بس ليها حل، الحل بتاعها اللي هو الدايت والتمارين اللي احنا نقدر نمشي عليها. تالت حاجه العنصر النفسي. عنصر النفس ده مهم جدا جدا بالنسبه للناس اللي بتعاني من زياده الوزن. ازاي؟ ممكن انا مثلا ابقى فرحان ياكل، ابقى زعلان ياكل. السبب في كده ايه؟ السبب في كده ان العنصر النفسي بيتحكم فيا، زائد ان انا لما بعمل دايت ويجي العنصر النفسي يشتغل بقى في عقلي ويقول لي ايه ده؟ ده البسبوسه اللي انت نفسك فيها، ايه ده؟ ده البيتزا اللي انت نفسك فيها، فبالتالي بقول لنفسي طب انا افضل حارب نفسي؟ لا، فاول ما بيحصل لي اي مشكله او بتضايق برجع للحاجه اللي انا نفسي فيها عشان بحس ان هي اللي بتفرحني. ده بيبقى العنصر النفسي بيشتغل عليه. طيب ايه الحل؟ ايه الحل عشان نقدر نخس؟ وايه الحل عشان نقدر نمشي صح؟ الحل هو انتو. الحل هو انتو. احنا اللي نقدر نمشي صح، واحنا اللي نقدر نتغير ونقدر نعمل كل حاجه. مفيش يأس، مفيش ان انا مش هقدر اعمل كده، مفيش ان انا بحب الاكل او ما اقدرش استغنى عن الاكل. كل ده وهم، كل ده وهم. واحنا السبب الرئيسي اللي نقدر نحل المشكله دي ازاي؟ اللي احنا نعمل دايت، اللي احنا نعمل تمارين، اللي احنا نمشي على نظام غذائي مناسب. طيب الدايت اعمله ازاي؟ الدايت اعمله ان انا لازم اكل ثلاث وجبات في اليوم، ما ينفعش اكل وجبه واحده. والوجبات بتاعتي بيبقى فيها بروتين زائد العناصر الفيتامينات اللي هي بتبقى في الخضروات، تمام. يعني انا اقدر اقلل النشويات لمده 3 ايام او اسبوع، تمام. واقدر امنع العيش خالص، كده كده العيش انا ما بستفادش منه تماما، بس في ناس بتحب النشويات فبضطر احط لهم في النظام الغذائي. اقدر امنع العيش خالص واقدر اعوضه بالرز والمكرونه برضه باطباق متوسطه. طب ازاي؟ يعني انا لو باكل طبق كبير اعمل ايه؟ اجيب طبق متوسط بس مش صغير قوي عشان اقدر امنع نفسي، لا اجيب طبق متوسط اصغر شويه، فاصغر شويه، فاصغر شويه، فبالتالي انا اعود نفسي ان انا بدل ما كنت باكل حاجه كبيره بقيت اقللها نسبه في نسبه في نسبه عشان خاطر انا استفاد. طيب تمام. تاني حاجه الرياضه، لازم نعمل رياضه، ما ينفعش دايت من غير رياضه. يعني في ناس تقول لك طب انا هاخد مثلا منتجات بتخسس، طب انا هاخد، طب اوكي ماشي، بعد ما خدنا في ترهلات في الجسم، التهارات دي اللي هشدها، التمارين لازم تمارين رياضيه، ومفيش حجه. يعني احنا مثلا انا بعمل لكم تمارين تقدروا تعملوها في البيت نص ساعه، ما قدرتش اعمل تمارين، في ناس عندها مشاكل في رجليها، اقدر اتمشى، ما قدرتش اتمشى اروح الجيم، ما قدرتش اروح الجيم يبقى نعمل تمارين في البيت، هو ده الحل النهائي. فكذا وسيله ليها حل، فاحنا نقدر نمشي عليها. وتاني حاجه وتالت حاجه المشروبات اللي الناس كلها
تقول لك طب انا عايزين مشروبات بتاع الحلقه، مشروبات بتاع الحلقه. قلنا الشاي الاخضر القهوه الخضراء الميه، شاي اخضر قهوه خضراء ميه. طيب في ليمون وفي جنزبيل وفي بيفي، في حاجات كتير قوي الناس بتقول عليها بس انا ما انصحش بيها. ليه؟ في ناس عندها حساسيه منها، يعني في ناس مجرد ما بتشرب جنزبيل معدتها ما بتستحملهاش فبتقلب معاها بحاجات تانية، في ناس برضو عندها حساسيه من الليمون. فبالتالي انا بقول لكم على حاجات ناس كتير مجربها ومش هتاثر على حد بحاجه. تمام. اهم حاجه محدش يتبع نظام غذائي بتاع حد، يعني انا ما شفتش فلان خس يبقى انا خلاص لما اروح اعمل نظام غذائي بتاعه اخس. لا، كل واحد بيبقى ليه نظام غذائي معين، كل واحد بيبقى جسمه محتاج كالوريز معين. اهم حاجه برضو اللي احنا ما نيأس، مفيش حاجه اسمها انا مش هقدر وانا مش خلاص انا كده عملت ومفيش، لا انا هاكل وانا لا. هنقدر نخس ونقدر نغير نفسنا ونقدر نعمل كل حاجه احنا نفسنا فيها. السبب الرئيسي هو انت او انت اللي احنا نقدر نغير نفسنا. شجعوا بعض وما تيأسوش، وصدقوني السمنه يعني بتخلي شكل الناس كتير وحش. في بنات كتير او سيدات كتير كويسين وشكلهم جمال بس زياده الوزن بيتكسفوا في لبسهم، بيعرفوش يتحركوا، بيعرفوش يعملوا حاجات كتير هي نفسها فيه. فايه السبب؟ السبب اللي هو احنا ما نقدرش نسيطر على نفسنا. لا، احنا نقدر نسيطر على نفسنا ونقدر نغير نفسنا ونقدر نعمل كل حاجه احنا نفسنا فيها، بس محتاجين شويه حماس ومحتاجين شويه ان احنا نستمر في حاجه، مش يبقى عندنا باور اول اسبوع ثاني اسبوع بعد كده لا عندي فرح، لا ده انا عندي مش عارف ايه ارجع تاني. لا، كملوا كملوا واعرفوا ان الرياضه اسلوب حياه. إيه لو خدنا بالنا الاجانب اول ما بيصحوا من النوم بيعملوا تمارين. طب ايه السبب؟ السبب ان هم بيبداوا يومهم بالرياضه عشان الرياضه هي العنصر المفيد قوي للجسم، فما بيبدا يومه بيبتدي طول اليوم نشيط وبعد كده يقدر يعمل اللي هو عايزه. فاحنا لازم نتغير ونتغير الاحسن ونحافظ على نفسنا، صدقوني احنا وبايدينا نعمل كل حاجه احنا نفسنا فيها. ما تيأسوش وانا معاكم وانتم معايا كلنا هنشجع بعض وعايزين نعمل تيم كبير عشان نشجع بعضينا وعشان نخسس ناس كتير ونقضى على مشكله السمنه اللي ناس كتير بتعاني منها، وانا كنت بعاني منها في الاول بس الحمد لله قدرت مع الاستمرار وتعليمات ومعلومات وحاجات كتير باذن الله. صدقوني انا هفيدكم وانتم كمان هتفيدوني، بس محتاجين تشجيع ومحتاجين اللي احنا ما نقفش ومحتاجين اللي احنا نكمل. واي حد زي ما قلت لكم عايز يسال اي حاجه يبعت لي في التعليقات تحت او يبعت لي على الصفحه بتاعتي اسمها قناص الفان. تمام، انا معاكم وبشجعكم وانتم كمان تشجعوني. يعني لو عجبكم الفيديو نعمل اشتراك في القناه ونعمل شير عشان خاطر نفيد ناس كتير على قد ما نقدر، عشان خاطر نجمع نفسنا وان شاء الله يبقى في مسابقات كتير ويبقى في حاجات كتير هنعملها مع بعضينا. ما تيأسوش واحنا نقدر نتغير ونغير كل حاجه للاحسن. انتوا ايه؟ انتوا قد التحدي. السلام عليكم.